الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط مع ارتفاع أسعار النفط العالمي، وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل بشكل طفيف بمقدار 5 سنتات ليصل إلى 74 دولارا و59 سنتا للبرميل، فيما ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط بمقدار دولار وخمسة عشر سنتا ليصل إلى 78 دولارا وتسعة وثلاثين سنتا للبرميل، فيما ارتفعت أسعار النفط العالمي بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بشكل أكبر من المتوقع في الأسبوع الماضي. كشفت لجنة الغاز والنفط النيابية عن وجود أسباب سياسية حزبية تؤخر وصول مسودة قانون النفط والغاز إلى البرلمان في العراق، وقالت عضوة اللجنة انتصار الجزائري إن مسودة القانون لا تزال في أروقة الحكومة قيد الدراسة والتحليل، ولم يتم إرسالها إلى البرلمان أو أي لجنة نيابية، مبينة أن هناك الكثير من الأسباب التي قد تعرقل وصول هذا القانون إلى البرلمان، منها السياسة والحزبية، مضيفة أن كل محافظة تمتلك النفط تجدها خاضعة للأهواء السياسية والحزبية على حد وصفها. ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 92% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 203 ملايين دولار، وذكر مصدر مالي أن البنك المركزي باع خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 220 مليون و 271 ألفا و 554 دولارا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار ذهبت بشكل نقدي. كشف خبراء اقتصاديون عن قيام جهات متنفذة بتجنيد أعداد من العمال الأجانب لاستغلالهم في عمليات تهريب العملة الأجنبية خارج العراق، وبين الخبراء أن التحويلات المالية التي تحصل عبر منافذ التحويل تشوبها الكثير من الشبهات، ويمكن استغلالها في عمليات تهريب العملة من خلال تجنيد بعض المتنفذين لأعداد من العمال الأجانب وتحويل أموالهم عن طريق شركات مملوكة لهم أو متواطئة معهم إلى الخارج بذريعة تحويل أموال العمالة. أعلنت الحكومة الأردنية اتخاذ إجراءات للتعامل مع ما سمتها ضغوطا تضخمية محتملة من جراء الحرب الصهيونية على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب، وذكر بيان لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية أن تلك الإجراءات تهدف إلى المحافظة على المخزون الغذائي وانتظام سلاسل التوريد في الأردن وضمان استقرار الأسعار وضبط السوق خاصة خلال وقبل شهر رمضان. قبل الختام نذكر بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن.
نهاية الموجز، إلى اللقاء.